مكسب كبير للمنتخب المغربي هذا اللاعب، جاء في الوقت المناسب بعد اعتزال اللاعب الركراكي. فرصة التعادل، فرصة التعادل، فرصة التعادل، جول! جول من يوسف المختاري، عودة ميمونة، عودة موفقة ليوسف المختاري، تتوج بهدف التعادل بعد هجمة رائعة ومدروسة بشكل ممتاز لمصلحة المنتخب المغربي. توغل رائع وفرحة عشرات الآلاف، والله إنهم يلعبون في الدار البيضاء. الأعلام الجزائرية تمتزج بشقيقاتها المغربية في رسالة إلى من يهمه الأمر، إلى من يهمهم الأمر، وتمريرة من العلودي. هذا العلودي قلت لكم إنه لاعب خطير ولاعب ممتاز، لاعب ممتاز.